حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أولى مواضيعنا لليوم اللي رح نتكلم فيه عن مدى مصداقية الخبر في ظل انتشار العديد والعديد من مواقع التواصل الإلكتروني. تسهم القراءة مشاهدينا في نمو فكر الإنسان وتطوره نحو الأفضل، وفي عصرنا هذا تحولت من قراءة ورقية إلى قراءة إلكترونية والاطلاع على آخر الأخبار من خلال الصحف الإلكترونية دائما. ومع تطور التكنولوجيا وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي أصبح هناك مساحة أوسع لكل شخص يعبر من خلالها عن آرائه، مما أفقد الكلمة دقة التعبير ومصداقية المعنى. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، ويسرنا اليوم نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد حسن، مهندس أنظمة كمبيوتر ومتخصص في إنشاء المواقع الإلكترونية. يسعد صباحك أستاذ أحمد، حياك الله. أهلا وسهلا بك. تكلمنا احنا قبل تحت الهواء، وواضح جدا انه عندك وجهة نظر جدا معبرة ومقنعة، واكيد هذا احنا حابين نتعرف عليه معك. في البداية وقبل كل شيء، السؤال اللي يطرح نفسه، ليش صار الناس عندهم اقبال كبير على انشاء المواقع الالكترونية سواء كانت لغرض شخصي او غير شخصي؟ المواقع الالكترونية دلوقتي طريقة انشائها لا تتعدى كبسة زر، عن طريق في مواقع معاونة، حتى جوجل نفسه بيدي صفحة بيدي بكل بساطة ممكن الواحد يفتح صفحة ويبقى بلوجرز ويعمل صفحة لي يكتب فيها ما يشاء دون رقيب أو دون حاسيب فيها. ده سبب ان كل واحد مجرد ما بيدخل على الانترنت يقدر يعمل الصفحة بتاعته بكل سهولة من غير أي مشاكل، بدون رقابة. ودي مشكلة كبيرة جداً في المدى الطويل وحتى في التعامل مع الناس. وإنشاء هذه المواقع أستاذ أحمد يعني ما عليها شروط ومتطلبات خاصة؟ لا، ما فيش أي شروط إطلاقا على أي شخص في إنشاء أي شيء، لسبب لأن لا يتم السيطرة عليها ده محليا، لكن إذا كانت محلية في رقابة، لكن إذا كانت أنا ممكن أنشئ الصفحة في أمريكا، في فرنسا، في الصين، في أي مكان، وبالتالي في أي وقت في أي زمن أقدر أنشئ أي عدد من الصفحات وأكتب فيهم ما أشاء وبأسامي وهمية، وبالتالي ما فيش أي رقابة عليها تحكمني. اللهم إذا تدخل أولي الأمر بشكل أو بآخر وتتبع إلكتروني وعملية طويلة شوية، جهات معينة مسؤولة عن هذا الأمر وبناء على شكاوى وكده، لكن عملية إنشاء الصفحات الإلكترونية أي واحد عنده 10 سنين حتى عنده فكرة عن الكمبيوتر يقدر يفتح إنشاء صفحة ويكتب فيها اللي هو عايزه. يعني هذه العملية إلى يومنا هذا نقدر نقول أنها غير مقننة وما عليها رقابة إطلاقا. إذن وجود مثل وجود يعني سهولة في إنشاء هذه المواقع الإلكترونية معناها انتشار الخبر سواء كان خبر صحيح أو غير صحيح. هنا النقطة في انتشار الخبر في حد ذاته، مصدر الخبر مين واللي بينشره مين. طيب إيش رأيك وإيش تقييمك في وجود هذه الأخبار بشكل كبير في 90% من المواقع الإلكترونية اللي تتعلق بالخبر مواقع غير صحيحة؟ بمعنى قد يعترض البعض على هذا الكلام، لكن مصدر الخبر بيكون ثابت، لكن كل واحد بيحاول يضيف لمسة من عنده على الخبر في الآخر بتبقى زي الإشاعة، يختلف الخبر تماما في حال وصوله للقارئ عن الخبر اللي صادر عن الجهة الأصلية. وبالتالي مفيش مصداقية دلوقتي في أي أخبار بتنشر، اللهم قليل جدا إذا كانت من بعض المواقع الرسمية اللي بتوصل الخبر، وهذا نادر. صحيح على قولتك، بس احنا كقراء اليوم لما نجي نقرا الخبر والصحف الالكترونيه صارت منتشره وصارت اسهل صراحه، يعني بيني وبينك الواحد صار بسهوله يدور على الخبر عن طريق الجهاز. صح. المحمول في يده بكبسه زر مثل ما ذكرت في البدايه نوصل للخبر. كقراء كيف احنا نقدر نتاكد من صحه الخبر؟ اكون متاكد من المصدر اللي انا بقرا منه. انا عندي صحف رسميه، عندي صحف قوميه، عندي صحف في اماكن كثيره، عندي مواقع موثوق فيها، لكن مش مجرد ان انا ابحث عن الخبر الاقي العنوان افتحه واقراه في اللحظه دي، بوصل لاخبار ممكن عن طريق مصادر انا مش متاكد منها. فلازم اكون متاكد من مصدر الخبر بتاعي، مين اللي نشره. المشكله في كده ان اي واحد بينشر الخبر ما بيكتبش هو جايبه منين، بيكتب الخبر من عنده كانه هو اللي جاب الخبر وهو اللي حققه وهو اللي ينسبه الى نفسه وبالتالي ما يعني ما تقدريش تعرفي مصدر الخبر الاساسي فين. ممكن يضيف عليه واكيد بيضيف عليه، بيغير عشان يبين ان هو مميز عن غيره. هذا التغيير ممكن يغير المعنى بشكل او باخر، فما ما تقدريش تحكميها.
ما تقدريش تحكميها على الإطلاق. صحيح، ذكرت أنه البعض بينسب هذه الأخبار إلى نفسه وتعتبر كأنه هو صاحب الخبر، وهو والخبر يعني مصدر الخبر أتى منه. نعم. خلينا نتكلم هنا عن الملكية الفكرية أستاذ، وقد إيش مهم نحافظ على الملكية الفكرية. الملكية الفكرية عشان أعرفها الأول هي نتاج فكر واحد فكر في شيء وأوجد شيء، ده أنا لازم أحافظ له على حقه. بمعنى واحد ألف كتاب، واحد رسم رسمة، واحد كتب خبر. المشكلة إن حتى حقوق الملكية الفكرية فيها نوع من التحايل بالنسبة للكتابات. إن أنا لو نقلت أي مقالة أو أي كتابة من أي مكان وكتبت عليها نقلا عن كذا أو بتصريف عن كذا، لو أنا هغير فيها سقط حقه إن هو يقاضيني. يعني أنا ممكن، يعني كل اللي بيحضروا رسائل الدكتوراه والماجستير بيجيبوا بيقروا مراجع كتيرة وياخدوا منها ويكتب في الآخر قائمة المراجع كذا وكذا وكذا وكذا، كده حافظ على حقوق الغير، لكن في نفس الوقت هو نقل أي شيء بدون حق ملكية. بدون حق ملكية. طب خلينا نتكلم بالتحديد عن المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية أنا لو حنقل الخبر وحكتب أنا جايبه منين، من حقي إن أنا أنقل، لكن أني أنقل الخبر بدون إن أنا أميز فين، ده يعتبر هدر للحقوق الفكرية الإلكترونية بصفة عامة. لكن هذا الموضوع محتاج رقابة بشكل أو بآخر. بمعنى أنا ممكن يكون في هيئة تنظيمية، الهيئة دي تكون مسؤولة عن تسجيل أسماء البلوجرز اللي في الدولة، ماليش دعوة باللي بره، على الأقل اللي في الدولة أو كل دولة أو على مستوى العالم بشكل أو بآخر، أو اللي عايز ينشر أخبار عن مكان معين. تسجيل هذه الأسامي بيكون لها مصداقية فيما بعد، بيرجعوا لهذه الهيئة، هل هذا الشخص ليه مصداقية أو لا، أو لا هذا الشخص بيقدر ينقل الأخبار صحيحة ولا بيغير، هل هو مؤهل كفاية، بيكون مؤهل أو لا. وفي هذه اللحظة بيكون ده مصدر ثقة. ليه؟ لأنه واخد نوع من الدعم المعنوي من جهة رسمية بتقول إن هذا الشخص صادق في معاملاته. طب برأيك إيش السبب وراء انتشار مثل هذا النوعية من المواقع وأصحاب المواقع اللي بينشروا الأخبار لمجرد النشر وينسبوها لنفسهم؟ يعني إيش السبب وراء هذا؟ يعني مش عايز أدخل فيها في ناحية نفسية إن هي عودة نقص عندهم، لكن أنا النهاردة لما بعمل موقع بيكون لي هدف منه. أغلب المواقع العربية للأسف الهدف منها أحط إعلانات عشان أخد منها مكسب تجارية مادي. تجارية ربحية. عشان أخد منها مكسب مادي. إزاي الموقع بتاعي ينتشر؟ إن أنا لازم أحط فيه أخبار اللي هي الهوت نيوز على أساس تخلي الناس تدخل تقرأ الخبر ده، وفي الآخر بتطلع أخبار ممكن غير صحيحة، وسواء نزل اعتذار أو منزلش، لكن هو حصل على أكبر عدد من القراء في هذه اللحظة. في اللحظة دي بيكون لي عائد مادي من خلال الإعلانات اللي نزلت في الموقع. صحيح. فهو مجرد بس وسيلة لتحقيق عائد بطريقة غير مباشرة. نوع من الغش، يعتبر نوع من الغش، يعتبر نوع من أنواع الغش. يعتبر نوع من أنواع الغش، لأن أنا تحايلت على القارئ بشكل أو بآخر عشان يكون وسيلة لي عشان أحصل على دخل مادي من جهة تانية. بالفعل. مش طيب. معناها يعني يتبادر إلى ذهننا سؤال أستاذ أحمد، بما أنه أغلب المواقع مثل ما ذكرت تميل إلى هذا الهدف اللي هو هدف تجاري وهدف الربح المادي، معناها هناك لابد من أنه هناك قواعد معينة أساسية لابد أنها تكون موجودة في مثل هذه المواقع الإلكترونية وعند إنشاء المواقع الإلكترونية، خاصة يعني في الدول العربية. فما هي هذه القواعد اللي بنفتقر لها اليوم؟ اللي بنفتقر لها وجود هيئة تنظيمية، دي أهم حاجة. لازم حتى اللي عايز يفتح بلوجرز عشان أكتب يكون معروف مين هو، بيسجل إيه، بيكتب إيه. أي واحد يقدر يفتح صفحة يكتب فيها اللي هو عايزه، لكن ليس له الحق إن هو ينقل أي أخبار إلا إذا كان مؤهل لذلك. يعني أنا لما أجي أنقل أخبار عن جهة رسمية باخد الخبر وأحط مقتطفات منه، هذه المقتطفات ممكن أكون أنا شلت جزء يؤثر على المعنى أو يؤثر على مضمون الخبر. صحيح. كله يغيره بالكامل. طب زي إيش هذه المؤهلات اللي لازم تكون موجودة في الشخص؟ أقل شيء مستوى تعليمي. صحيح. مستوى تعليمي، يعني أما أقول حتى الإعدادية على الأقل بيعرف يقرأ ويكتب. لو هو هيدخل في موقع متخصص يكون عمل في جهة أو تكون شهادته أعلى، يكون ليه خبرة في هذه الأمور بشكل أو بآخر قبل كده، سبق لأنه هو عمل في جهة، يعني ممكن ما يكونش معاه شهادة عليا لكن سبق أنه هو اشتغل في جهة
متخصصة بهذا الأمر بحيث أصبح عنده نوع من الخبرة أنه يقدر يتعامل معها. صحيح، على الأقل يعني يكون عنده خلفية ثقافية، يكون عنده خلفية ثقافية على الأقل، ووعي مجتمعي كفاية أنه هو يستوعب فعلا وفي نفس الوقت يكون عارف تقاليد المجتمع، تقاليد الجهات اللي بيتعامل معاها، أسلوبها، اللي مسموح بنشره إلى واحد يكون متفاهم لهذه الأمور، مش أي واحد يأخذ وينقل ويكتب وخلاص. بالفعل بالفعل صحيح كلامك. أنشأت حضرتك موقع إلكتروني، مواقع أو مواقع خلينا نقول عديدة، وكل هذه المواقع تديرها بنفسك. نعم. إيش الدافع كان من إنشاء المواقع، خلينا نقول من أول موقع إلكتروني؟ من الأول أنا بشتغل في مجال الإعلام بشكل أو بآخر، لقيت ان الكلمه ما بتوصلش للناس من كل الجهات، بمعنى ما توصل او توصل ما بتوصل ما بتوصلش ما توصل من كل الجهات. بمعنى انا عندي مثلا فعاليات موجوده في الفجيره او في دبي او في ابو ظبي، بيدير هذه الفعاليات 50 او 100 مكتب علاقات عامه اللي هي البابليك ريليشن، الناس بتعرف اخبار 3 او 4 مكاتب بس. طب بقيه المكاتب فين؟ ما حدش يعرف عنها حاجه. أصبح النشر بيعتمد على العلاقات الشخصية بصراحة، علاقات شخصية، أنا أعرف فلان بيبعت لي الخبر بنشره، أنا على خلاف مع فلان ما أعرفوش ما بنشرلوش الخبر، ما أنشر له الخبر، فأنا أي أخبار بتجيني بنشرها، تعمدت ذلك، إن كل الأخبار اللي بتجيني في أي مستوى ولأي جهة بنشرها، سواء جهة خاصة أو حكومية، سواء جهة عربية أو أجنبية، سواء تخص الإمارات بصفة مباشرة عفواً أو تخص الإمارات في دولة خارجية، يعني مؤتمر أو معرض اتعمل للجالية الإماراتية في فرنسا مثلا أنشره، في حاجة عن مساهمات إماراتية في إفريقيا أنشرها، المهم إن أي حاجة تختص بالإمارات ككل بنشرها في الموقع. ده ساعدني في إن أنا أوصل الخبر بشكل أو بآخر للناس، وفي نفس الوقت كان دافع ليا إن أنا أعمل المواقع التانية، لأن ابتديت لقيت مثلا أنا عندي المواقع، الموقع اللي عندي او الموقعين الاساسيين اللي عندي بينشروا كل الاخبار مع بعض. كل الاخبار لما بتتنشر انا ممكن ادور عايز خبر عن مثلا عن فنادق او خبر عن معرض جايتك مثلا اللي هيجي. الاخبار تايهة موجوده على كل المواقع. انا بنزل الاخبار في كل المواقع بالنسبه لي، لكن نتيجه لكده عملت مواقع تخصصيه. فعندي موقع خاص بالتكنولوجيا، عندي موقع خاص بالفنادق والسياحة. حلو. وبصدد اني اعمل موقع خاص بالمدارس، ينشر اخبار المدارس. المدارس ده. المدارس ما حدش بينشر لها حاجة كتير، لانها اخبار تعتبر اخبار غير تجارية. صحيح. طب المدارس واحد بيعمل حفل التكريم لطلبة في مدارس ما يعرفوش، هيكون ده خاص بالمدارس ككل، ده لسه. حلو. لسه بصدد. فهعمل سلسلة مواقع تخصصية. تخصصية كل موقع بمجال. كل موقع يعني أقول الأسامي عادي، في عندي دبي تكنولوجي نيوز، دبي هوسبيتاليتي نيوز، دبي الثالث للدراسة هيكون دبي لسه ما اخترنالوش الاسم، بس هيكون في مجال التعليم يعني. طيب يعني ان شاء الله تستقر على اسامي. بس اللي لفتني انه انت اهتميت اكثر بدوله الامارات، ليش اهتميت بالامارات؟ انا عشت في الامارات اكثر ما عشت في مصر، ما شاء الله، وخير البلد عليا، وفي نفس الوقت البلد بتعمل حاجات لازم الناس تعرفها، فعلا مليئه بفعاليات ولازم الناس تعرف الكلام ده، لازم تعرف ايه هي الامارات. صحيح. لا يمكن يكون عندي جوهره وابقى مبسوط ان انا حاططها في خزنه وقافل عليها، لازم كل الناس تشوفها. صحيح. ذكرت في البداية أنه الجهات المسؤولة عن نشر الأخبار مو كلها بتنشر الأخبار، قلت تقريباً 2-3 من أصل 10 خلينا نقول. نعم. على مين تقع المسؤولية برأيك؟ وين الحل؟ المسؤولية تقع على الإعلام نفسه، على الجهات اللي بتنشر، على الجهات اللي بتنشر، لأن المفروض أن أما أكون عايز أنشر خبر كرسالة ما ارتبطش مين اللي بيجيب لي الخبر او مصدر، يعني مصدر الخبر مين بصرف النظر، سواء اعرفه او ما اعرفوش، سواء بتعامل معاه او ما بتعاملش معاه، سواء في علاقات بيني او بينه، المفروض الخبر ينشر بصرف النظر عن هذا الامر. فالاعلام او المواقع الالكترونيه هي المسؤوله وهي صاحبه المشكله في هذا الامر. الموقع الالكتروني هو اللي المفروض يكون مسؤول عن النشر، مش ايضا وايضا في المقابل استاذ احمد، وعي المجتمع ووعي القارئ له دور كبير ايضا في نشر هذا الخبر، صحيح ولا أكيد لا؟ اكيد اكيد اكيد. انا ممكن لما انشر الخبر القارئ عايز يقرا ايه؟ في قارئ بيقرا العنوان، في قارئ بيقرا الموضوع كله،
فالمجتمع المثقف بصفة عامة بيكون عنده شغف للقراءة، وبالتالي بيكون عايز يشوف هذه النوعية من الأخبار باستمرار. برضو للأسف يعني أنا في الموقع عندي في أخبار بنشرها أخبار مهمة جدا ما بلاقيش عليها أي إقبال، في حين أن ممكن أكتب خبر عن فنان أو فنانة. هذه هي النقطة يعني اللي كنت أبغى يعني أذكرها لك، أنه فعلا أصبحنا اليوم نلتفت أكثر ونلاحق العناوين الملفتة والعناوين البارزة، رغم أنه لو جينا قرأنا هذا الخبر حنلاقي أنه الخبر جدا عادي وأقرب ما يكون أقل من العادي. هو أقل من العادي. ليش وصلنا لهذا المرحلة اليوم أنه صرنا نهتم أكثر بعناوين الأخبار وتفخيم هذه العناوين؟ لفت النظر. أنا عايز أجيب عدد من القراء عشان أخذ دعم، أخذ عائد على الموقع بتاعي. يعني ولا لأنه كمان القراء صاروا عادي؟ لا، القراء ده موضوع تاني. القراء ده موضوع تاني، لأن في اللحظة دي إحنا هنتكلم في 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 قضية دولة أو قضية شعب أو يعني الثقافة ليها دخل. صحيح، الثقافة ليها دخل. في مثل بيقول قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. الله. فإذا ما كنتش عارف أنا هقرأ إيه من الأول، فأنا فين؟ مش موجود. طب لو جينا نبغى نقارن، يعني قبل 10 سنين خلينا نقول أول ما بدأت دخلت علينا التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر ومواقع الإلكترونية والشبكة العنكبوتية بشكل عام، إيش اللي تغير في إنشاء المواقع أو في خلينا نقول في مضمون وفحوى هذه المواقع زمان واليوم؟ المواقع زمان كانت مواقع يعني قد تكون مجرد تعريفية، ما كانش لسه في فكرة العائد المادي بتاعها، فكانت المواقع ليها هدف. ولو المواقع القديمة هي اللي استمرت، المواقع الإخبارية القديمة، المواقع التجارية هي اللي استمرت لأن كان ليها هدف. دلوقتي أنا كل يوم ممكن 1000 موقع يطلع وألف موقع يروح. صحيح. فأصبحت مواقع يدوب كل واحد اللي يلحق، لكن اللي كان راسخ من زمان هو اللي كان مستقر وهو لغاية النهاردة اللي استمر. كل شيء أول ما يظهر يطلع بصورة يعني صحيحة وبأفضل الصور، وطبعا مع تطور التكنولوجيا والتقنية إلا ما تصير هذه التغييرات اللي تدخل على أي شيء. نعم. بس كلمة أخيرة حابب تقولها فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية ومصداقية الخبر؟ لكل واحد من السهل جدا انك تعمل موقع ليك، وكل المواقع ما فيش فيها اي مشاكل، وتكلفة انشاء مواقع تجارية لا تتعدى دراهم بسيطة جدا لو انت عايز تعمل موقع تجاري. لكن كن حريص على انك تكون صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع الخبر. بالفعل. انت عايز تعمل موقع ليه؟ ده السؤال. ايش الهدف؟ حدد هدفك. ده اول السؤال. حدد الموقع، تعرف انت عايز ايه، تقدر تحط رجليك على الطريق بطريقه صحيحه. لكن اذا كنت عايز تمشي زي ما الناس ماشيه او زي ما كل انت كمان عندك موقع زي غيرك، فصعبه. صعب جدا. فعلا جداً. انك تدخل في هذه الدوامه ما تحسب لها حساب، وفي نفس الوقت مش هيوصل لهدف، يعني بيضيع وقت ومجهود وفكر وكل حاجة من غير ما يوصل لهدف. ليه؟ بالفعل. يعني أستاذ أحمد حسن نشكرك جزيل الشكر، طبعا مهندس أنظمة الكمبيوتر ومتخصص في إنشاء المواقع الإلكترونية، شكرا جزيلا، شكرا على هذه المعلومات القيمة والمفيدة، وكل التوفيق لك. شكرا. من عالم المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي